مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب بكل الألم والحزن بنشارك الأسرة المصرية الكبيرة القبطية المسيحية بنشاركها الآلام والأحزان في انتقال مجموعة من المؤمنين الذين ذهبوا إلى الكنيسة البطرسية ليصلوا الكنيسة المفروض أنها أأمن مكان المكان اللي فيه بيتعبدوا لله ويسجدوا أمامه لكن أيدي الإرهاب والقتل والذبح لم ترحم الكبير ولا المرأة ولا الطفل لكنها امتدت لكي ما تفجر هذا المكان بكل ما فيه هذا العمل الإرهابي الذي تم يوم الاحد الماضي هو دليل من ضمن الادله التي تضاف كل يوم الى التاريخ الطويل لعمل ابليس الذي هو منذ البدء كان قتالا للناس طبعا ما فيش حاجه نقدر بيها نرجع اللي فات وما فيش شيء نقدر نقوله يعزي كل من فقد غالي عليه لكننا نصلي إلى الإله الوحيد اللي قال عنه الكتاب المقدس أبو الرأفة وإله كل تعزية هو وحده الذي يستطيع أن يعزي ويسند ويشدد ويرفع عشان كده حابين نحن نبدأ حلقة النهاردة نحن نصلي معاكم وأطلب من كل المشاهدين فعلا أنهم يتحدوا معنا في صلاة من أجل كل أسرة جربت الأيام الماضية نصلي لأجل أسر الذين فقدوا أحباء الأب الذي فقد أبناؤه وزوجته الابن الذي فقد أمه الأبناء الذين فقدوا أهليهم والديهم نصلي لأجلهم نطلب من الرب ان يسكب سلام وتعزيه بالروح القدس في قلوبهم. ونصلي ايضا لاجل المجروحين. لاجل الجرحى الموجودين في المستشفيات. ان الرب يمد ايده ويشفيهم ويرجعهم الى بيوتهم والى اسرهم اسرهم في ملء البركه وفي ملء النعمه. اطلب فعلا ان نتحد معا جميعا في صلاه. يا ربنا والهنا إلى من نذهب؟ إلى من نذهب؟ وكلام الحياة الأبدية هو عندك. بل نأتي يا رب متكلين على وعدك المبارك. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. نحن نصلي يا رب من أجل كل أسرة جربت نتيجة العمل الإرهابي اللي تم الأحد الماضي في الكنيسة البطرسية نصلي لأجل كل أسرة فقدت أحباء غاليين عليها نصلي أن تسكب تعزيات السماء على كل أسرة وعلى كل شخص يا رب نحن نلتج إليك لأنه ليس لنا إلا شخصك ليس لنا إلا شخصك أنت وحدك الذي تستطيع يا رب أن تعزي وتسند وترفع أنت وحدك يا رب تستطيع أن تسكب من روحك القدوس روح الروح المعزي في قلوب كل فرد وفي قلب كل فرد وكل أسرة مجروحة ومجربة وحزينة. يا رب وحدك تستطيع أن تعزي. نصلي يا رب أيضاً من أجل المرضى من أجل المجروحين في المستشفى المصابين في المستشفيات. يا رب تستطيع انك تمد يدك الشافيه الى كل واحد منهم. بنصلي لاجل الاطفال وبنصلي لاجل النساء وبنصلي لاجل الرجال بنصلي لاجل الكل كل مجروح، كل مصاب. تستطيع رب انك تمد يده يدك الشافيه اليه وتستطيع ان تعطي ايضا يا رب الاطباء حكمه ونعمه من عندك. يا رب نحن لا نستغرب ما قد حدث. لان انت بشخصك قلت لنا هذه الكلمات في العالم سيكون لكم ضيق انت بشخصك قلت لنا انهم كما ابغضوك هيبغضونكم يبغضونكم انت رب قلت انه الذين يريدون ان يعيشوا بالبر والتقوى في هذا العالم الشرير يضطهدون ونحن نصلي يا رب نحن نصلي لاجل قوه من الاعالي نحن نصلي لاجل تاييد من الروح القدس نحن نصلي لأجل يا رب تأييد للمؤمنين في مصر وفي كل يا رب بلد في جماعة مؤمنة بشخصك بتعذب وبتضطهد يا رب أشكرك من كل القلب لأنك أنت عمانوئيل الذي تفسير الله معنا تستطيع أن تكون مع أولادك في ظروفهم وتستطيع رب أن تلمسهم لمسة خاصة من عندك سواء لمسة تعزية أو لمسة شفاء نشكرك لإنك تستجيب لإن إحنا نصلي في إسم شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح آمين عمانوئيل الله معنا وإحنا بنتكلم عن ميلاد شخص ربنا يسوع المسيح. بنتكلم عن مجيئه إلى هذا العالم ودخول شخص ربنا يسوع المسيح إلى هذا العالم وحياته على هذه الأرض هو استطاع أن يكون مجربا في كل شيء مثلنا لأجل هذا يستطيع أن يعين أيضا المجربين صلي فعلا من كل قلبي أن الرب يكون بيعطي أيضا حكمة لقادة الكنيسة ويعطي قيادة بالروح القدس لكل المسؤولين لكي ما تكون هذه الأحداث ليست احداث مقيده للكنيسه لكن احداث طالقه للكنيسه احداث تجعل كنيسه المسيح اقوى من كل الماضي كنيسه التي قال عليها الرب ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها نكمل مع بعض رحله دراستنا عن ميلاد شخص ربنا يسوع المسيح هذه الرحله التي بداناها من العهد القديم بدانا من اول ما بدا الكتاب المقدس يكلمنا عن مجيء المخلص الذي بدونه لن يتغير الانسان ولن يربح الابديه بل يكون مصير الهلاك الابدي والضياع لكنه في وسط السقوط اعلن الله اول بشاره عن مجيء شخص المسيح انه نسل المراه انه يضع عداوه بين نسلك ونسلها، هو يسحق راسك وانت تسحقين عقبه. لكن هذا الاعلان بدا الرب يعطي اعلانات ايضا اخرى بالروح القدس ونبوات اخرى تضيف الى ما قد اعلنه الرب وتعطي معلومات اكثر عن طبيعه هذا المولود الذي سيولد في يوم من الايام كما تحدث عنه العهد القديم أنه سيولد في المستقبل لكن نحن رأينا أيضا أنه ولد من ألفين سنة في مدينة بيت لحم أنه يأتي من نسل سام مش بس من نسل المرأة لكن من نسل سام ليس من من حام وليس من يافث لكنه من نسل سام وأيضا من نسل سام سيأتي من إبراهيم عندما اختار الله إبراهيم وقال له أنه بك تتبارك جميع قبائل الأرض وأنه وعدوا أيضا بنسل هذا النسل هو الذي سيحقق البركة والذي سيأتي من خلاله شخص ربنا يسوع المسيح وبعد كده أكد هذا الأمر من خلال إسحاق وأيضا مع يعقوب ويعقوب أنجب اثنا عشر ابنا هم دول أسباط إسرائيل الإثنى عشر لكن من أي صب سيأتي المسيح المخلص رأينا الأسبوع الماضي أنه سيأتي من سبط يهوذا هذا هو السبط الذي اختاره الرب لكي ما يأتي منه المسيح عشان كده يسوع المسيح هو من سبط يهوذا عشان كده لما اتكلم عنه في سفر الرؤيا وأصحاح خمسة يقول قد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا لكنه سبط يهوذا سبط كبير جدا ومليان بالعشائر وبالأسر الكثيرة جدا لكن عشان كده نرى أن الله اختار بيت يسا وبيت داود لكي ما يأتي منه شخص المسيح هذه الرحلة هي رحلة جميلة تؤكد لنا عدة حقائق تؤكد لنا اولا ان مجيء المسيح لم يكن صدفة لم يكن صدفة بل هو معروف سابقا قبل تأسيس العالم عندما قرر الابن الأقنوم الثاني في الثالوث الاقدس ان يتمم الفداء والخلاص للانسان الساقط عندما خضع بمشيئته لتتميم مقاصد الله لفداء الانسان. ونرى ايضا أن هذه النبوات تؤكد لنا ان مجيئه لم يكن صدفه. بل يقول عنه الكتاب زي ما قال عنه الرسول بولز انه في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس في ملء الزمان. واحدة من معاني ملء الزمان هو اكتمال النبوات التي تكلمت عن شخص يسوع المسيح لا يوجد شخص في كل التاريخ البشري تحدثت عنه النبوات وعن حياته وعن ميلاده وعن خدمته وعن معجزاته وعن تقواه وعن صفاته وعن موته وعن قيامته زي ما تكلمت تكلم الكتاب المقدس عن شخص يسوع المسيح لا يوجد كتاب على وجه الأرض كلها ولا يوجد شخص كيسوع المسيح تكلمت عنه مئات النبوات في العهد القديم عن مجيئه طبعا هذا يختلف عن رسول الاسلام اللي الاخوه المسلمين بيحاولوا انه يجدوا ويطوعوا النصوص في العهد القديم لكي ما تقول انه في نبوات عن رسول الاسلام في العهد القديم قد راينا الموضوع ده واتكلمنا عنه مرات ومرات انه العهد القديم لا يحمل عن قريب او بعيد اي اشاره او نبوه مباشره او غير مباشره عن نبي الا شخص يسوع المسيح. والنبوه الوحيده اللي قالها الرب يسوع عن الانبياء الذين سياتوا من بعده انه سياتي من بعده انبياء كذبة كثيرون. كل هدفهم ان يضلوا ولو أمكن المختارين لكن العهد القديم موضوعه هو شخص يسوع موضوع العهد القديم كله من أول سفر التكوين وحتى سفر ملاخي هو شخص الرب يسوع عش كده لو درسنا كل سفر أو أي سفر على حدة هنجد السفر بيقدم لنا شخص يسوع بصورة مختلفة زي ما واحد من اللاهوتيين قال إنه إنه شخص يسوع المسيح دايب في العهد القديم كما كذوبان الملح في المحيط يعني يعني زي ما مية المحيط مليانة بالملح والملح موجود في كل مية المحيط شخص يسوع موجود في كل صفحات العهد القديم وزي ما لو أنت واقف على شط المحيط ودقت المية هتلاقيها مية مالحة زي لما تدخل ألف ميل جوه المحيط وتاخد أيضا بعض الماء هتلاقي نفس المية هي هي مالحة إذا رحنا لسفر التكوين نجد يسوع المسيح الخروج يسوع المسيح اللوين يسوع المسيح العدد يسوع المسيح نجد الكتاب المقدس موضوعه الأساسي هو شخص يسوع المسيح وعشان كده احنا بناخد الرحلة دي رحلة عن ميلاده احنا يعني بمناسبه اعياد الميلاد فواخدين رحله عن ميلاد الرب يسوع مش النبوات بقى الثانيه اللي بتتكلم عن صلبه وعن موته وعن فدائه وعن اعماله وعن معجزاته احنا بس بنتكلم عن النبوات المختصه بمجيئه عشان كده سميناها رحله ميلاد المسيح. هذه الرحله هتكلم النهارده عن الجزء الثالث منها. الجزء الثالث بيبدا في ما قبل وأثناء فترة حكم داود الملك يعني دي الفترة اللي بنقدر نقول إنها بداية من صموئيل الأول بداية من سفر صموئيل الأول كويس ونجد نبوات كثيرة بتتكلم عن مجيء شخص المسيح أول هذه النبوات بنجدها في صلاة امرأة تقية. محبة للرب وخائفة للرب. هي حنة أم صموئيل. هذه المرأة التقية لم يكن لها ولد. وكانت عاقر لم تنجب. ونتيجة لشر الإنسان. زي ما قلنا قبل كده إنه إنه واحدة من علامات شر الإنسان هو تعدد الزوجات لأنه تعدد الزوجات ليس هو قصد الله من الاسره وليس هو قصد الله من الرجل انه يتزوج اكثر من امراه لكن تعدد الزوجات بدا مع دخول الخطيه الى العالم يعني اول ما دخلت الخطيه الى العالم والانسان تلوث ذهنه وقلبه واصبح شرير في كل افعاله وفي كل اعماله نجد في اصحاح اربعه من سفر الخروج سفر التكوين انه اول واحد تزوج باكثر من امراه كان لامك. عندما تزوج وارتبط بامراتين. ده اول واحد ادم كان زوج لامراه واحده. لكنه لامك هو اول من تزوج باكثر من امراه في الكتاب المقدس. فلما نقرا في العهد القديم ونقرا عن انه بعض الناس كانوا متزوجين باكثر من امراه هذا ليس موافقه الهيه على ما حدث لكن هذا اللي بيؤكد لنا طبيعه الانسان التي شوهتها الخطيه وشوهت من ضمن الامور التي شوهتها الخطيه شوهت علاقه الانسان باقرب الناس ليه علاقه الانسان بزوجته وعشان كده تعدد الزوجات هو اعلان عن تلوث الطبيعه البشريه والعلاقات الانسانيه اللي خلقها ربنا اللي كانت نقيه وطاهره لكنها تلوثت بالخطيه عشان كده لما الرب يسوع حب يعالج مشكله تعدد الزوجات رجع الى الاصل يعني لما لما يكون في حد بيشتري مثلا بيت والبيت ده متكسر ومهمل وبقاله سنين وخرابه يعني خرابه. وبعدين يروح عايز يعمل فيه ريموديلنج او تجديد في البيت. لازم يجيب حاجه اساسيه جدا يجيب الرسم الاساسي بتاع البيت. الرسم اللي موجود في في البلديه، اللي موجود في المحافظه، اللي موجود في هيئه الاعمار، الرسم الاساسي للبيت قبل ما يبدا يشتغل ويعمل ريموديلنج او تجديد للبيت ليه بيعمل كده لان الرسم الاساسي ده هو الاوريجينال ديزاين هو التصميم الاساسي رب يسوع يوم ما حب يعالج موضوع تعدد الزوجات راح الى التصميم الاساسي الذي صنعه الرب لادم والحواء في عندما خلقهما أنه في البدء خلقهما ذكرا وأنثى من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا لكن هنا حنا كانت ضحية حنا كانت ضحية إلى الطبيعة البشرية التي فسدت فزوجها كان متزوج القانة كان متزوج بامرأتين اسم الواحده حنه اللي هي ام صموئيل واسم الاخرى فننه وكان لفنن اولاد واما حنه فلم يكن لها اولاد واحده عن... انجبت اولاد اما حنه ام صموئيل فلم تنجب اولاد وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنه الى سنه ليسجد ويذبح لرب الجنود في شلو كان يذهب للاحتفالات والاعياد و و و و ويقدم ذبائح زي ما بحسب الشريعه المساويه ويقول لنا الكتاب عن حنة انه واما حنة فاعطاها نصيب اثنين لانه كان يحب حنة ولكن الرب كان قد اغلق رحمها يعني كانت عاقر ما كانتش بتنجب ونتيجة لكده كانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا هي عندها أولاد فكانت تغيظ المسكينة اللي ما عندهاش أولاد وهذا كان كلام كالسكين في قلبها كانت بتحزن تتضايق فدخلت إلى محضر الرب ويقول الكتاب أنها صلت يقول الكتاب في عدد تسعة فقامت حنة بعدما أكلوا وبعدما شربوا وعلي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرة النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونظرت نظرا وقالت يا رب الجنود إن نظرت نظرا إلى إن, إذا إن نظرت نظرا إلى مزلة أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك بل أعطيت أمتك زرع بشر فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موس يبقى نذير للرب. نذير للرب. حنا بتعلمنا حاجة مهمة جدا. حنا بتعلمنا إنه لما يكون عندنا مشكلة نلتجئ إلى شخص الله. حنا دخلت إلى الهيكل تصلي إلى محضر الله وسكبت نفسها وقلبها قدام الرب عشان كده دي حاجة بنتعلمها من الكتاب المقدس من نساء <applause> المؤمنات اللي ليهم علاقة بربنا يعرفوا إنه كل احتياجهم هو عند الرب مش عند البشر القانة مش هيحللها مشكلة جزها مش هيحللها مشكلة اللي هيحل مشاكلها هو شخص الله مش كده أنا بشجعك وبشجع نفسي بهذه الكلمات إنه نلتجئ إلى شخص الرب يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر إليك يأتي كل بشر ونقول كده يعني إنه لسنا نعلم ماذا نفعل لكن يا رب نحوك أعيننا وجميع الذين جميع الذين التجأوا للرب والتمسوا وجه الرب لم يخزوا أبدا لم يخزيهم الرب لكن الرب استجاب لها وأعطاها ابن هذا الابن هو صموئيل لأن الله قد سمع أن الله قد سمع ولما لما صموئيل كبر بعد ما فطمته خدته لأنه كانت يعني نظرت صموئيل للرب أنه يكون خادم للرب فخدته ورجعته إلى الهيكل لكي يخدم الرب وهنا بنجد بقى في صلاتها بنجد في صلاة حنة كلمات جميلة جدا وفي هذه الصلوات بنجد نبوة نبوة بتقولها حنة عن المسيا عن شخص يسوع المسيح آآ آآ الملك تقول هذه الترنيمة على فكرة اللي يدرس فينا كلمات حنة صلاتها ويحطها جنب صلاة العذراء مريم المطوبه في 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 انجيل متى يدرك قد ايه انه مريم القديسه مريم صلاتها متاثره جدا بكلمات حنه النبيه حنه ام صموئيل يقول الكتاب فرح قلبي بالرب بعد لما الرب استجاب ليها واعطاها ابن تقول فرح قلبي بالرب ارتفع قرني بالرب اتسع فمي على اعدائي لاني قد ابتهكت بخلاصك ليس قدوس مثل الرب لانه ليس غيرك وليس صخره مثل الهنا لا تكثروا الكلام العالي المستعلي ولتبرح وقاحه من افواهكم لان الرب اله عليم وبه توزن الاعمال يعني هي هي بتشوف ربنا الاله القدوس عشان كده حتى لو بصينا الى الجزء ده بنجد اول حاجه اختبار اختبارها في عدد واحد انه انها اختبرت انه ازاي الرب نصرها وازاي الرب حول الحزن في حياتها الى فرح وازاي الرب حول الاحتياج الى الى فيض وازاي الرب باركها بابن واستجاب لصلاتها اختبارها مع معاملات الله ده أول حاجة بنجدها في عدد واحد، إنه فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي لأني قد ابتهكت بخلاصك. الرب صنع معاها عمل جميل ورائع. وبعدين تبدأ من عدد اتنين إلى عدد ثلاثة تتكلم عن هذا الإله، إلهها هو، إلهها الشخصي. الإله اللي اختبرته واللي عرفته واللي شافته في حياتها. أحبائي ممكن نكون معرفتنا بالله معرفة نظرية لكن ما أجمل أن نختبر فعلا اختبار حقيقي اختبار إيمان ونعرف الرب عن الاختبار وليس عن معرفة النظرية هي اختبرت هذا إله إلهها إله عجيب تقول ليس قدوس مثل الرب ما فيش حد زيه ما فيش حد أبدا زي الرب لأنه ليس غيرك وليس صخرة مثل إلهنا، الصخرة اللي بنحتمي فيها، اللي بنلتجئ ليها، اللي بتحمينا من الرياح وتجارب الحياة وآلام الحياة، الصخر الثابت، الجبل الذي لا يتزعزع. لا تكثروا الكلام العالي عشان كده لما تيجوا لرب، اوعى تقول كلام وانت مش فاهمه، اوعى تقول صلوات وانت مش مدركها، اوعى ان انت يكون قلبك حتى مستعلي ومتعالي أمام الرب لأن الله يقاوم المستكبرين أما المتضعين فيعطيهم نعمة يقول كده تقول لا تكثروا الكلام العلي المستعلي ولتبرح وقاحا من أفواهكم أوعوا تقولوا كلمة قدام الرب كلمة ليست في محلها لأن الرب إله إيه عليم تقدرش تضحك عليه هو العليم هو يعلم كل شيء هو يعلم ما في قلبك قبل ان يعني تخرجه في كلمات. ممكن نضحك على الناس بكلمات، ممكن نصلي بكلمات مجرد ان احنا نخدع بها الناس، لكننا لا نستطيع ان نخدع الله، لان الرب اله عليم وبه توزن ايه؟ توزن الاعمال. وبعدين تكمل حنا صلاتها تقول ايه؟ تتكلم عن ملاحظات بقى من الحياه بتاعتها ملاحظاتها. الست عاشت متألمة لسنين طويلة عاشت بلا أولاد اختبرت المرارة والحزن والوحدة والذل والغيظ كانت تغيظها ضرتها تغيظها باستمرار اختبرت ده كله من خلال هذه الحياة اللي عاشتها ونعايز عايز أقول لكم أحبائي إن الرب لم يعدنا بحياة سهلة. الرب ما, وع ما فيش آية في الكتاب المقدس بتقول إن الرب بيعدنا بحياة بلا آلام. من ينادون بهذه التعليم هم لا يعلمون ما تقوله كلمة الرب. لكن الكتاب مليان بقديسين مروا بآلام وتجارب وآلام شديدة جدا. لكنهم اختبروا وشافوا مجد الله في حياتهم هي بقى من خلال حياتها اللي عاشتها بتقول لنا الملاحظات عن الحياة لكنها بتقول لي استمعوا إلي عايز أقول لكم بعض النصايح عن الحياة عايز أقول لكم الحياة دي إزاي تقدروا تعيشوا فيها تقول إنه قص قصي الجبابرة انحطمت القص اللي هي زي سهام اتحطمت ممكن يبقى في ناس بترمي عليك سهام الكلام اللي كانت بتقوله ثننا كالسهام المسمومة اللي بتخترق قلب حنة كل مرة لكن تقول انه انها قص الجبابرة انحطمت والضعفاء تمنطقوا بالبأس انا كنت ضعيفة بس الرب منطقني بالبأس انا كنت مزلولة لكن الرب رفعني الشباعة اجروا انفسهم بالخبز والجياع كفوا حتى ان العاقر تكلمنا عن نفسها حتى ان العاقر ولدت سبعة وكثيرة البنين ايه؟ دبلت. الندرة والجمال ليس بكثرة البنين لكن بعطية الرب وبإدراكنا ان كل شيء في حياتنا هو من عطية وهو من الرب. اختبارها في الحياة تكمل تقول لنا ايه؟ الرب يميت ويحيي. الرب يميت ويحيي. الرب هو وحده صاحب الكلمه الاولى والاخيره قد نرى الشر منتصر قد نرى الكراهيه منتصره قد نرى البغضه منتصر قد نرى الارهاب منتصر قد نرى الذبح والقتل منتصر لكن صدقوني الرب يميت ويحيي الرب له الكلمه الاولى والاخيره ولا يحدث امر ابدا في هذه الارض دون سماح من الله ولا بعيد عن سلطان الله يهبط الى الهويه ويسعد زي ما قال عنه دانيال ان الله بيغير الاوقات والازمنه نعم بيغيرها يعزل الملوك وينصب ملوك هو بيغير كل شيء الرب يفكر ويغني يضع ويرفع احنا كلنا نعرف كده يا ناس كانت غنيه وصارت فقيره ويا ناس كانت فقيره وصارت غنيه يقيم المسكين من التراب يرفع الفقير من المزبلة أو تدوسوا الفقير والمسكين للجلوس مع الشرفاء ويملكهم كرسي المجد لأن للرب أعمدة الأرض وقد وضع عليها إيه المسكون عايزة تقول أنه الرب هو ساند هذه المسكون هو اللي مسكها هو اللي رفعها بكلمة منه كل شيء ينتهي وبكلمة منه كل شيء يوجد لكن كمان صلاة حنة تكلم عن رجاء بقى الجزء الأخير في صلاتها هو ده اللي فيه رجاء وبتكلم فيه عن مجيء المسيح أرجل أتقيائه يحرس يحرسك الرب في دخولك وفي خروجك يضيء الرب بوجهه عليك ويمنحك سلاماً هو ده الرب أرجل أتقيائه يحرس والأشرار في الظلام يصمتون لأنه ليس بالقوة يغلب الإنسان مخاصم الرب ينكسرون من السماء يرعد عليهم الرب يدين أقاصي الأرض وهنا بقى تقول النبوة الجميلة وعش كده دي نبوة الصلاة بتاعة حمى دي فيها نبوة تقولي ويعطي عزا لملكه ويرفع قرن مسيحه كويس في الوقت ده لم يكن هناك ملك ولم يكن هناك على شعب اسرائيل يعني مسيح ممسوح من الله ومعين من الله فهي بروح النبوه يعطي عزا لملكه ويرفع قرن مسيحه هذه النبوه مر عليها اكثر من الف سنه حتى تحققت في شخص يسوع المسيح اكثر من الف سنه ويعطي عزا لملكه ويرفع قرن مسيحه فالملك هو الشخص الممسوح هو المسيح يعطي عزا لملكه ويرفع قرن مسيحه النبوه دي مبنيه على نبوات سابقه يعني يعني وده بيقول لي حاجه جميله عن عن هذه المراه التقية جدا ان هذه المراه التقية كانت تعلم كلمة الله كانت تعرف النبوات اللي اتقالت في العهد القديم بالاخص في اسفار موسى الخمسه كانت تعرفها كانت تعرف انه الله وعد ابراهيم انه ملوك يخرجوا منه انه ملك يخرج منه وعد ايضا اسحاق بهذا الكلام وعد ايضا يعقوب بهذا الكلام ففي نبوات على انه من نسل ابراهيم سياتي ملك عظيم جدا لملكه لا نهايه مملكته هي إلى الأبد عشان كده لو رحنا إلى سفر التكوين نجد أنه على الأقل في عندنا خلينا نقول فور ستيجز أو أو أربع مراحل أعلن الله فيها أنه هناك ملك سياتي. خلوا بالكم انه لما اسرائيل طلب ملك للي ما يعرفش كلمه ربنا كويس انه لما اسرائيل طلب ملك في ايام صموئيل النبي انه قالوا احنا عايزين ملك زي بقيه الشعوب يعني احنا مش تحقيق للنبوادي لا احنا زي ما بقيه الشعوب عندها ملوك احنا بقى عايزين ايه؟ عايزين ملك زيهم ودي كانت خطيه شعب اسرائيل. لكن الرب في فكره انه هيقيم في يوم من الايام ملك. ملك ومملكه. يقول كده في سفر التكوين أصحاح 17 وعدد ستة يقول الرب لإبراهيم وملوك يخرجون منك يبقى يخرجوا من إبراهيم إيه؟ ملوك ومن هو أعظم ملك؟ ملك على شعب إسرائيل هو ملك داود داود الملك والمسيح هو ابن داود الذي وعد به الله أنه من خلاله تدوم مملكة داود إلى الأبد يبقى الرب بيقول لابراهيم يبقى النبوه دي اتقالت لابراهيم. واللي يرجع لها يرجع لتكوين تكوين 17 وفي عدد سته. وملوك منك يخرجون. النبوه الثانيه بقى دي وملوك سيخرجون من صلبك اتقالت لاسحاق ابن ابراهيم. لما له في تكوين 35 وعدد 11 وملوك سيخرجون من صلبك يبقى من إبراهيم وإبراهيم هو أبو إسحاق والرب بيأكد أيضا نفس الحقيقة لإسحاق إن ملوك سيخرجون منك من صلبك نيجي بقى ليعقوب يعقوب اللي هو حفيد إبراهيم فالرب قال لإبراهيم إن ملوك هيخرجوا منك وقال لاسحاق انه ملوك هيخرجوا من من صلبك. قال بقى ايه اللي قال له حاجه جميله جدا وكلمنا عنها الاسبوع اللي فات. قال له انه من سبط يهوذا من ابنك اللي هو يهوذا الابن الرابع اللي كان رفض وشمعون ولاوي لانهم قتلوا نفوس ابرياء ايضا رفضوا. كويس؟ فشمعون ده كان البكر وسوري كانوا البكر وشمعون ولاوي دول كانوا الاثنين وثلاثة رقم اثنين وثلاثة الرقم اربعة يهوذا لما جه عند يهوذا يعقوب قال بالروح القدس بالنبوة لا يزول قضيب من يهوذا وقلنا المرة فاتت قضيب يعني ايه يعني ملك ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلوه الذي له وإنك تشيله معناها الذي له، الذي له الاكرام، الذي له المجد، الذي له السجود، ويكون له خضوع ايه؟ خضوع الشعوب، ده ملك. ده ملك. ده ملك. طيب، ناخذ مكالمة. ناخذ ناخذ مكالمة الأخ زيتوني من تونس. أهلاً بك أهلاً بيك يا أخ زيتوني. وبيك عايشك كده إزاي أخبارك؟ بالله كيف نتكلم والله الدقيقة دائما تقاطعونني سواء كان مع الاخ خليل او مع الرشيد دائما تقاطعونني طيب لا انا مش هقاطعك انا مش هقاطعك بس عايزك تتكلم بالراحة وعشان المشاهدين كمان يتابعوا معاك واعرف انا السؤال بتاع حضرتك انا اتكلم بسرعه لان انكم تقاطعونني اخ الاخ دكتور علي لا انا مش هقاطعك اتفضل بس سؤال مباشر واضح انتم تقولون انا بدي كمسيح انا ما انت تعلم ان المسلم يؤمن بالمسيح ولكن نؤمن به كنبي الكريم ولكن انتم تريدوننا ان نؤمن به كاله ولكن الانسان لا يكون اله تقولون بان المسيح بان المسيح اتى الى الارض ليخلص الناس من الخطيئه وأنا كم مرة تكلمت عن هذه الخطية في سفر التكوين عندما قال وأرسل رب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة توكل وأما شجرة معرفة الخير والشر. مم. معرفة الخير قد حدد له نوعية هذه الشجرة والذي لا يعلم الخير والشر فلا منه الله لانه كالحيوان الحيوان لا يعرف يعني الخير والشر اولا القران يقول ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها اي ان القران يؤكد ان الله قد وضع في في نفسه معرفه الخير والشر عكس الكتاب المقدس واما عندما نقرا دكتور عزمي يقول في سفر العبراني سفر على طب عايزني اجاوب اجاوب العبرانين. اجاوب الاول على النقطه دي قبل ما تروح لسفر العبرانيين؟ اترك كل الكلام وانا اقطع الخط لانني اتكلم طيب مزيبيني. ماشي ثم عمك سمعت شيء يا اخي يا اخ دكتور تفضل. ماشي اتفضل ممكن اتفضل ما اعتقد حديث تكون معك مشوشه او خاطئه عندما اتاكد من كتاب المقدس يقول الكتاب المقدس أحسن على يا أخ دكتور عزمي. أوكي، طيب أنت كده تمام؟ شكراً يعني معناتها أنا في التلفاز لأنني أتكلم من يا دكتور عزمي ومعاش شكراً. أنت تؤمر، إحنا دايماً بنسعد بيك يا أخ زيتوني. إحنا بنسعد بيك، طيب، خليني آخد الجزء الأولاني، أول جزء حضرتك طرحته فيه إنه ربنا خلق ادم وحواء بيعرفوا بيعرفوا ايه الكويس وايه الوحش كويس فازاي انه في الكتاب المقدس يقول شجره معرفه الخير والشر اولا كلمه معرفه في الكتاب المقدس ليست معرفه الذهنيه الانتلكتشوال ليست القدره الذهنيه على معرفه شيء انا ممكن النهارده بنستخدم كلمه انه اعرف يعني أعرف معلومات، أعرف آه آه عن الأخ زيتوني، أعرف آه عن تونس، آه دي معلومات، كويس؟ فممكن أستخدم كلمة معرفة لتشير إلى الإنتلكشوال أو القدرة الذهنية على إدراك شيء ما ومعرفته، كويس؟ لكن في الكتاب المقدس الكلمة العبري لو درستها في أصلها وأتمنى إنك تعرف يعني إيه ترجع للكلمة دي، الكلمة العبري كلمة يدع، يعني إيه يدع؟ يدع ب... ب... هي بتعني المعرفة لكنها لا تعني المعرفة الذهنية. يعني مثلاً هديك مثل في نفس النص اللي أنت حضرتك اقتبست منه. فعرف آدم حواء فحبلت وولدت إبناً. أوكي؟ لما يقول عرف هنا يعني إيه عرف؟ يعني حو... آدم عرف انتلكشوالي ذهنياً حواء فحبلت يعني يعني هل المعرفة الذهنية لادم من ادم لحواء جعلتها تحبل؟ لا فعرف يعني انه معرفه اختباريه يعني شركه يعني المعرفه اللي تاتي عن اختبار عشان يعني كده يقول فعرف هي هي شركه علاقه فلما يقول الرب هنا شجره معرفه الخير والشر هذه الشجره ليس فيها خير وليس فيها شر يعني ما فيش ثمره فيها اسمها ثمره الخير وفي ثمرة تانية ثمرة الشر، وأنت يا آدم لو رحت بقى ممكن تنقذ لو أكلت من شجرة الخير ثمرة الخير ولكن هتموت لو أكلت من ثمرة الشر، ده مش قصده في الكتاب وما بيتكلمش عن الموضوع ده، لكن عايز أقول إن الشجرة في حد ذاتها ما فيهاش مشكلة. الشجرة في حد ذاتها ليس فيها مشكلة، المشكلة في إيه؟ المشكلة في وصية الرب. إزاي؟ الرب قال لا تأكل منها. كويس؟ فأمر الله هنا هو الذي بإطاعتك له ستختبر الخير وبعصيانك له ستختبر الشر. كويس؟ فهيكون اختبارك كانسان انت بريء انت لسه لسه يعني ربنا لما خلق ادم وحواء اداهم القدره الذهنيه لكن عمرهم ما اختبروا الاشياء الوحشه الشر ما كانوش عندهم اختبار، المعرفه الاختباريه ما كانتش عندهم. كويس فلما اكل ادم من الشجره هنا صار معرفه الشر لادم وحواء معرفه اختباريه، عرفوا انه اكلهم من الشجره كسر الوصيه الله انفصال عن الله تحقيق للموت كل هذه الامور كويس فهنا ده المقصود انا ماليش دعوه بالقصه الروايه الاسلاميه بتقول ايه ده مش موضوع لكن انا بتكلم على الاصل اللي هو الاصل العبري اللي هو اصل المعنى اللي هو المفروض كان ان الروايه القرانيه تاخد المعنى منه كويس مش تيجي بمعنى اخر فشجره معرفه الخير والشر الشجره التي اذا اكلت منها هتختبر الخير اللي انت فقدته والشر اللي انت حصلت عليه واذا تعطيني هتختبر انه هناك خير وحياه ابديه ليك. اجي طبعا للنص اللي حضرتك قلته اللي هو موجود في رساله العبرانيين موجود في رساله العبرانيين وده نص مهم جدا والعدد السابع بيقول ايه؟ الذي بيتكلم عن يسوع الذي في ايام جسده اذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقوى احنا ما عندناش طبعا مشكله في ايام جسده قدم صراخ وشديد ودموع ده كله في بستان جثيماني طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت لو كان النص وقف هنا كنا نقول ايه اهو وقف ايه وقف هنا لكن العبارة الأخيرة طبعا اللي هي بيسند عليها الأخ زيتوني وسمع له من أجل إيه؟ من أجل تقواه عندي اجابتين يعني الاجابه الاولى اولا العهد الجديد كله انا هتكلم عن النص ده حتى لغويا العهد الجديد كله بيؤكد من اوله الى اخره موت المسيح يعني لو خدت متى مرقس لوقا يوحنا لو خدت ايضا اعمال الرسل رساله روميا كرونس الاولى كرونس الثانيه غلاطيا كل لحد اخر الرؤيه يعني يسوع الذي ذبح من اجلنا الذي مات من اجل خطايانا الذي علق على الخشبه الاناجيل بنجد التفاصيل تفاصيل عن الصلب المكان مين وفين وامتى وازاي كل هذه الامور بنجدها في الاناجيل فالكتاب العهد الجديد كله في مجمله في مجمله في كل سفر من اسفاره هناك اشاره او برهان او دليل او نص واضح او حتى في الأناجيل 40% الميه من محتوي الأناجيل بيتكلم عن الاسبوع الأخير في حياة الرب يسوع أسبوع الآلام وصلب وموته كويس فأول حاجة مينفعش تاخد أية وتطير بيها لأنه ده بيحطك قدام جبل كبير من الحقائق هتصطدم بيها مش هتلاقي لها حل كويس فيا اما بقية العهد الجديد كله غلط والاية دي صح يا اما الآية دي ليها تفسير آخر أجي بقى للتفسير حتى رسالة العبرانيين يعني رسالة العبرانيين نفسها اللي انت مستشهد منها أصحاح 2 وفي عدد 14 يوز قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويعطق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا كل أيام حياتهم العبودية يعني النص نفسه الرسالة نفسها طب ايه بقى الموضوع هنا الموضوع هنا ان يسوع اولا في في لغويا يخلصه 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 يعني يخرجه كويس من الموت النص في اللغة اليونانية حتى مثلا عندنا الكلمة العبري الكلمة اليوناني لسفر الخروج هي ايه اكسدوس يعني ايه اكسدوس يعني اكس يعني خروج يعني خارج كويس طيب الخروج دون الانقاذ دون من مصر تم لما كانوا المصريين الاسرائيليين في مصر ولا ما كانوش في مصر كانوا في مصر كانوا في الموت كانوا في العبوديه نفس المعنى هنا لما يقول القادر ان يخلصه يخلصه منين يخلصه من الموت انه انت قلت يا رب انك لن تدع تقيك يرى فسادا فخلاص الله من الموت ليسوع المسيح كان بالقيامة من الاموات وليس بالانقاذ من الموت يعني بقيامة يسوع من الاموات كان انقاذ الله لانه كان لابد ان يذق الموت من اجل كل الناس لكنه في نفس الوقت كان لابد ان يقوم من بين الاموات منتصرا على الموت لن تدع تقيك يرى فسادا عشان كده في كلمتين في في يعني آه اداتين لكلمه آه آه ان حتى في الـ في الـ في الـ لو قلنا في آه او او من آه في, في اللغه اليونانيه في كلمه ان وفي كلمه اكس والاثنين معناهم ممكن نترجمهم واحد لكن مثلا اقول ايه الذي انقذه من الغرق. يعني ممكن يكون ابني رايح على ال... بيجري على الميه و... ولسه ما دخلش الى ال... الى الى ال... البحر وانا رحت لانه مش عارف أنه هو بيعوم فرحت شلته اقول انقذته من الغرق، صح ولا لا؟ ممكن اقول كده ده باللغه بتاعتي. لكن ممكن كمان يكون جوه الميه وبيغرق ورحت انا شلته وطلعته يبقى انا طلعته منين؟ طلعته من جوه الميه، الكلمه اللي هنا اكس يخرجه من الموت يخلصه من الموت يعني هو جوه الموت لكنه يخرجه برا الموت بالقيامة من بين الأموات أتمنى أن أنا أكون بكده جاوبت على سؤالك يا أخ زيتوني طيب معنا مداخلة أخرى آه من الأخ أبو مهند مساء الخير مساء النور أخ أبو مهند وردت هذه النبوة في المزامير 132 6 7 نبوة داود النبي عن مجيء المسيح هو ذا قد سمعنا به في أفراطة وجدناه في حقول الوعر لندخل إلى مساكنه ولنسجد عند موطئ قدميه أن داود تنبأ عن مجيء المسيح في بيت لحم أفراطة حيث وجده الرعاه في حقول الوعر فكلمه وعر في الكتاب المقدس تعني الادمه في المنطقه الجبليه. فمغارة الميلاد تقع اصلا في المنطقه الجبليه وكانت كثيفه الاشجار والمنطقه كانت وما زالت تدعى الوعره حتى يومنا هذا التي تمتد من بيت ساحور الى منطقه العطن. الملاصقه لمغاره الميلاد وكانت على الكلمه عربية تعني البعث تاتي لمدينة كنيسه المهد هناك سدد الرعاه بعد استلامهم البشار الى البلاد وترنيم الدنيا 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 يسوع الدنيا شكرا لك يا اخ ابو مهند على المعلومه الجميله دي الرب يباركك ف انا بجد انا بحب الاخ زيتوني وبحب اسئلته وبتمنى انه يعني انه يكون ايضا مش بس بياخد الاسئله دي والاجابات دي و... و... ويعتبرها لا 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 ده مش عارف ايه ويركنها على جنب لكن يفكر فيها فعلا لانه ال... الكتاب المقدس فعلا صادق في كل ما يقوله و... ولا يوجد شيء في الكتاب المقدس يناقض بعضه ما عندناش لا ما عندناش حاجات بتناقض بعض موت المسيح حقيقه 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 ولو لو المسيح ما كانش مات كنا ما في خطايانا وكان يبقى محكوم علينا بالهلاك الأبدي طيب أخد مداخلة أخرى من الأخت أم عماد من أمريكا ألو ألو أيوة يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك أنا أنا بصراحة عايزة أرد على الأخ الزيتوني اللي هو لي. أه يعني أنا عايزة أقول له إن مش ممكن أبدا بعد 600 سنة 600 سنة ناس عايشه بأسمائها لغايه موجوده لغايه دلوقتي بأسماء بلاد بأسماء كل حاجه عاشوا و... وعصروا كل الاحداث وشافوا الصليب وشافوا القيام والصعود و... وحضروا معجزات للسيد المسيح وسمعوا اقواله وعظاته 600 سنه وبعدين اجي بعد كده اقول ان ده ما حصلش بعد 600 صح. سنه الناس عاشوا وماتوا اجيال على الإيمان ده. واجي بعد كده أقول لا ما حصلش. على فكرة الحكاية دي بتخلي شباب كتيرة وناس كتيرة جدا تلحد لأنها في الحالة دي بتقول ده ربنا بقى كداب، ربنا بيضحك علينا، يعني ربنا بعد 600 سنة يجي يقول أنا أنا يعني المسيح ما اتصلاش أنا كنت بضحك عليكم دي أنا شب شبه له. الكلام ده كله بيساعد أوي أوي على الإلحاد. وناس كتير تقول لا ما فيش ربنا ومعهم حق صراحه معهم حق اشكرك اخت ام على الحقيقه دي طبعا يعني هي برضو بتقول نقطه مهمه جدا انه يعني سوري يعني لا القران ولا رسول الاسلام انا لو قلنا نسميه وحبينا نسميه ونقول شاهد ما شافش حاجه هو شاهد بس ما شافش حاجه هو جه بعد الايمان المسيحي ب 600 سنه ب600 سنه وجاي بكعباره يلغي يعني يعني آه عايزين تعرفوا الكذاب الكذاب لما لما مثلا البوليس بيمسك واحد ويعمل معاه آه تحقيق آه بيعرف كذبه منين بيعرف كذبه من الديتيلز التفاصيل الصغيره الكذاب يبان لما يقول تفاصيل كويس يعني يا اول لما يقول تفاصيل عشان كده القران ما يخش في التفاصيل لانه لو قال تفاصيل هيكتشف يكتشف انه مش بيقول الحق فتجنب قول التفاصيل فتجنب يقول تفاصيل لكن الكتاب المقدس قال كل التفاصيل عن الرب يسوع عشان كده دايما اقول انه من هو في موضع الاتهام ليس الكتاب المقدس الذي في موضع الاتهام هو القران الذي اتى بقصه مغايره وغير حقيقية وعليه أن يثبت أن ما يقوله هو الصح هو عليه أن يثبت أن ما يقوله هو صح أرجع للنقطة دي بسرعة فكلمنا أنه أنه إزاي أنه من, من إبراهيم هيأتي ملوك ومن إسحاق هيأتي ملوك ومن أيضا يهوذا هيأتي ملك لكن لما يجي بقى بلعام في سفر العدد بلعام وهو بيتنبأ قال أراه ولكن ليس الآن أبصره ولكن ليس قريبا يبرز كوكب وشفنا أنه المجوس عندما رأوا رأوا نجم من المشرق وأتوا وقالوا لهيرودس أنه رأينا نجم في المشرق فأتينا لنسجد له للملك مولود يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل حنا أم صموئيل عارفة دون عارفة النبوات دي كلها عارفة أن هناك نبوات اتقالت على لسان إبراهيم واسحاق ويعقوب وعارفة أن الرب تنبأ وقال عن هذه الأمور واتكلم عنها فلما جات في صلاتها قالت أن يعطي عزا لملكه للملك اللي يقيمه الرب الملك اللي يقيمه الرب عشان كده المسيح هو هو من سبط يهوذا المسيح هو ابن داود بحسب الجسد. بحسب الجسد. ولما لما نكمل مع بعض الرحله دي الاسابيع اللي جايه نكمل انه هنشوف انه ازاي حتى مكان ميلاد الرب يسوع وميلاده العذراوي، كل هذه الامور تنبا عنها الكتاب المقدس قبل حدوثها بمئات السنين. يعني الميلاد العذراوي العذراء تحبل وتلد تنبا عليها بها اشعياء 700 سنه قبل المسيح انه ايضا عن ميلاده في بيت لحم في في افراطه في في بيت لحم اليهوديه تنبا عنها ايضا ميخا قبل المسيح بحوالي 700 سنه النبوات دي كلها تحققت في شخص واحد هو شخص يسوع المسيح له كل المجد ليه لانه ده خلاص الله بدون المسيح بدون التجسد بدون التجسد ما لنا لينا فداء عظيم هو سر التقوى يعني إذا, إذا أردنا أن نصير أتقياء ولنا علاقة مع الله يبقى لابد أن نفهم وندرك أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسها هنكمل الموضوع ده الحلقة اللي جاية فإلى أن نلتقي معاكم في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم